بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم، مع كوكا أوكا ومعايا صديقتي سميرة وقاعدين ندردش، بس قلت أما أعمل الفطائر دي وأصورها لكم. جميلة جدا، 4 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح، وربع كوباية زيت، وكوباية مية، وكله على بعضه. ودرجة حرارة الفرن 200، وأشكله وأسيبه يخمر شوية ويستوي. تابعوني أعزائي، مش تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا معانا دعما لنا. تصدقي القطيفة دي في الستاير يا نجاة أحلى نوع يستحمل. إيه؟ القطيفة دي في الستاير أحلى نوع يستحمل. أه. حديد كنت جايباها وأغسلها كل 6 شهور مش كتير. أيوه. ونزل طين وهباب وباق وكل حاجة. على فكرة أنا بصور فيديو. بس عادي اتكلمي على راحتك. أه، بتبقى زي الفل. أه. اعمل على السريع. نجيب المعدات دي، كل ما تلاقي حاجة جديدة صورها لي عشان لما اخلي ابقى عارفة اماكن الحاجة فين. إن شاء الله. تمام يا سوسو؟ ان شاء كنت سايباها تخمر. يا ارحم الراحمين يا رب.
الحشوات جاهزة، دي لحمة جاهزة. تحطلهاش بيض ولا حاجة بآخر. احنا هنعمل اشكال مختلفة على اساس ايه، نبقى عارفين اللحمة ايه والزعتر ايه كده. الزعتر بتطير من فوق ولا جوه؟ لا انا كله الوان الاقلام اللي بترسم على القماش تبقى برضو قوية. تبقى قوية اوي. المهم يعني بقول والله العظيم كويس ان في ناس بتفكر تساعد الناس، الحاجات التواصل حقيقي تاخد اجر، يعني هي ليها اجرها في الفلوس او نشاط، بس انت ساعات بتبقي عايزه اي خبرات تساعدك. صح. وبعدين تبص تلاقي كل واحد الناس اللي بيعملوا رجيم ومش عايزين يحطوا لبن يقولوا لك ايه حاجه اسمها كيتو ولا فيجين، جايبين سمك نوع من السمك ده بيتحط لكل المواد الغذائيه. ايوه السمر ده اساسي، معرفش من طالع من الذره ومن ايه ومن ايه، حاجات من مواد غذائيه بيضيفوه من الاشجار. لا مش من الاشجار، ده بقى طالع من الذره ومن حاجه تانية وبيحطوه. طب ما الذره ده نبات؟ نبات. انا هما بيحطوه بقى، بيحطوه على ايه يا نجاة؟ بيحطوه على الصلصه، بيحطوه على كده، هو من النوع اللي بيدي سخانه للحاجه. ايوه يقولوا لي حطيه ده في مع الميه يديكي نكهه اللبن، بس مش لبن. قلت ايه الاقتراحات بيجي لهم منين الافكار دي؟ انا عايزه افهم الناس دي. والله العظيم تقعدي تبصي كده تقول ايه ده، الناس دي قاعده. لا كل واحد بتلاقي عنده معلومه. سبحان الله، يعني حاجات. ده انت بقيت دفايه كده. خليه يسخن. انت بتسخنيه قوي؟ 200. خليه يدفي الدنيا. طفيته يا سميرة. طفيتي ليه؟ خلاص سخن عشان مش يأذيكي. لا لا ده دفى، ده حلو. انت فاكرة ان انا متضايقة؟ لا لا والله عادي، ده بالعكس انا بحب الدفى دي، بس احنا خلاص عضمنا كبر وبقينا عايزين حاجة دفى. زمان كنت بلاقيهم سخنين قوي قوي قوي، اروح جايبة بطاطا في الفرن ومدخلاها. هي احسن حاجة في البلد. تصدقي الفرن، لا عشان نشغل الفرن عشان كله وفي نفس الوقت تاكلوا بقى، وياكلوها سخنه بقى من الجوع، ويروح عامله لهم وراها كيكه عقبال ما ياكلوها دي، وتحفه. واقول لهم خلاص يقولوا لي احلى احلى حاجه، ولا تقول لنا دفايات، هو الفرن اللي ده مثالي فظيع. فرن بيطلع اكل ودفى. احلى حاجه للبيت كله يا Thank you.
دوستي ولا لسه؟ لا ده انا بس بحط خل اهو حاجات على البيض عشان ريحه، عشان الوش. حطي بقى حبه البركه. هحط دايما نحط سمسم حبه البركه وخل، سنه نسكافيه حطه. ليه بقى؟ بتدي شكل حلو كمان. نسكافيه ايه الاسكار؟ سنه صغيره عشان تدي لون براون يعني. ده فكره حلوه. حلوه المنخل ده حلو. يعني ده احلى من المنخل اللي بحبه مصوم في المسجد، يقعدوا يسجدوا كده. فانا قلت يعني هي دي زي سجده الارض. الله أعلم. ايوه زي الارض بالنسبه للي مش قادر يوطي. عندنا الدين يسر. ربنا يرحمنا ويرحمك. ايوه مش مهم بقى تضرهم ولا لا. والله طب كويس بقى.